تمام، إذا هلا راح نبلش يا جماعة في درس 0.5 و Operations with Algebraic Expressions، يعني نشوف مع بعض كيف ممكن نجري بعض العمليات على التعابير الجبرية. طبعا Operations يعني إيش؟ عمليات، بنعمل بعض العمليات الجمع الطرح. هاي الـ Operations العمليات الأربعة شو هم؟ يا إما جمع، يا إما طرح، يا إما ضرب، يا إما تقسيم. هاي الـ Operations بنعملها على إيش؟ على الـ Algebraic Expressions. Algebraic Expressions ممكن يكونوا مثلا تعابير رياضية، ممكن تكون تعابير جبرية. هلا رح أشوف التفصيل. هاي بدي أكتب لكم عليها تعابير جبرية. أوكي، خلينا نشوف مع بعض كيف ممكن نجري بعض هاي العمليات. هلا أول حاجة بدنا ندخل على مفهوم كثيرات الحدود، نعرف مع بعض كثير الحدود. إيش هو الكثير الحدود؟ الاقتران كثير الحدود بالإنجليزي بنسميه إيش؟ polynomial. polynomial. هلا كثير حدود بالإنجليزي يعني polynomial، والبولينوميال من اليوم طالع بختصره بكلمة poly. poly يعني إيش؟ يعني polynomial. فممكن أحكي لكم الصورة العامة لكثير حدود من الدرجة n. فمثلا لو جيت حكينا مثلا بولونوميا كثير حدود من الدرجة n of degree n، يعني من الدرجة n، كيف بكون شكله؟ has this form. هذا هو الشكل العام لكثير حدود من الدرجة n. بيجي بحكي مثلا هاي x قوى n، طبعا في معامل هون ممكن نسميه مثلا المعامل تاع x قوى n. بعدين ايش بيجي؟ المعامل تاع x قوى n ناقص 1، بيجي بحط هاي كثير حدود x قوى n ناقص 1، وبضل ماشي بهاي الطريقة، زائد مثلا a n ناقص 2، هاي x مثلا هاي قوتها n ناقص 2، المعاملات هذول. وهلا بنضل ماشيين لوين انت؟ بنضل ماشيين تمن نصل عند a2. هلا a2 بيكون معامل x تربيع، بعدين ايش بيجي a1 معامل x قوى 1، يعني او معامل اكس، بعدين ايش بيجي عندنا a0. اذا اللي بالازرق بنسميهن المعاملات، اللي بالازرق اللي هم خلينا نعمل كالتالي a0 a1 a2 هذول كلياتهم لعند an بنسميهم ايش؟ coefficients. شو بنسميهم؟ coefficients يعني معاملات، يعني معاملات. تمام، بس هاي المعاملات فيهم اثنين مهمات جدا، اللي هو A0 AN. AN اللي هو معامل أول حد، و A0 هو الحد الثابت، هذا بنسميه الحد الثابت، الحد الثابت أو المعامل الثابت، أو بنسميه بالإنجليزي constant. constant يعني إيش؟ constant يعني ثابت. كويس؟ هلا AN هي معامل x قوى n. طبعا n زي ما حكينا لكم، n هي عبارة عن الدرجة بتاعت البولينوميال. لاحظوا n هي عبارة عن الدرجة لهذا البولينوميال. هلا اللي بدي احكي لكم اياه انه لازم تقبل ايش حتى انا احكي عن كثير حدود من الدرجة n، لازم المعامل تبعه ما يكون صفر. وبالتالي هون بدي احط شرط انه المعامل لا يساوي صفر، لانه لو المعامل صفر بيختفي هذا الحد اللي هون، واذا اختفى بتبطل كثير حدود من الدرجة n، بصير كثير حدود من الدرجة n ناقص 1. هلا برجع مرة أخرى وبحكي إنه n شو بنسمي n؟ اللي هي degree، degree of polynomial، درجة هذا الكثير الحدود. وهذه الدرجة اللي هي بتبقى أعلى درجة، يعني هي أعلى قوة، أعلى قوة بسميها إيش؟ درجة هذا الكثير الحدود. هلا المعامل تبعها اللي هو AN في له اسم بسميه، اللي هو leading coefficient، بسميه leading يعني القائد، leading coefficient. كويس؟ يعني مثلا أنا بعرف إن A0 حد ثابت، A1 معامل X، A2 معامل X تربيع، AN معامل X قوى N. AN اللي هو معامل X قوى N في له كمان اسم بنسميه إيش؟ leading
كوفيشنت، فبنكون عارفين شو معنى ليدنج كوفيشنت، بدنا نكون عارفين شو معنى كونستنت. الكونستنت اللي هو A0، الليدنج هو AN، وN هي الدرجة بتاعت البولينوميال، أعلى درجة وفقط. يعني هذا المطلوب مننا نعرفه. هلا ناخذ اكزامبل مثلا ونشوف مع بعض كيف ممكن نبسط الصورة أكثر. مثلا لو جيت حكيت لكم بدنا ناخذ هذا الاكزامبل، 7x كوب 6 ناقص 4x تربيع زائد 5. لو حكيت أول واحد، أول حاجة شو المطلوب أول حاجة؟ لو حكيت أول حاجة مثلا بدي طبعا أسأل الطلاب، اللي بيعرف طبعا بيرفع إيده، بدي حدا يقول لي إيش الديجري هون، اللي بيعرف يرفع إيده يلا على السريع. مين بقول لي قديش الديجري عندنا هون؟ يلا. هاي في عندنا حدا رافع إيده، رقية، نعم رقية. مين بقول لي قديش الديجري؟ يلا يا رقية، قديش الديجري هون؟ الدجري اللي هي 6. 6 اللي هي أعلى قوة، فبيجي بحكي الديجري اللي هي N تساوي 6. ممتازة. طيب لو سألت كمان سؤال، مين بقول لي قديش الكوفيشنتس؟ بدنا نطلع الليدنج كوفيشنتس. الليدنج شو هو اسم الليدنج كوفيشنت؟ مين بقول لي شو اسم الليدنج كوفيشنت هون؟ يلا في عنا مثلا مانيرفا، يلا هي زيرو اللي يمكن بشي صح؟ الليدنج كوفيشنت A0 خطأ. هي الليدنج ستة سبعة ايوه معامل اعلى قوة، فمعامل اعلى اللي هي قوة سبعة شو بنسميها؟ ايه ايش بنسميها؟ ايه اي ان قديش عندي ان؟ اوكي ستة. اذا ايه 6 تساوي 7، هذا بنسميه ليدنج كوفيشنت. طيب جميل، لو حكيت رقم 3 اعطيني مثلا الكونستنت، اعطيني الكونستنت هون، شو بيطلع معي الكونستنت هون؟ يلا يا فطوم، ولا مش موجود معنا اليوم احمد حلايكة. خمسة ممتاز، اذا انا بيجي هون بحكي الكونستنت شو بسميه، اللي هو A0 اللي هو عبارة عن 5. طيب لو بدي اسأل سؤال اخر للجميع، مين بقول لي رقم 4؟ مين بده يطلع لي اللي هم جميع الكوفيشنتس، all coefficients مع تسميتهم؟ يلا مين يقول لي شو هم الكوفيشنتس كلياتهم مع تسميتهم؟ اللي بيعرف يرفع ايده. بدنا ناس جداد، يلا مين بقول لي كيف نطلع الكوفيشنتس جميعهم؟ في حدا بيعرف كيف نطلع A0 A1 A2 A3 A4 إلى آخره؟ مين بيعرف؟ يلا يا حدا رافع إيده هون، مثلا راما، يلا يا راما. دكتور بجمع الحدود المتشابهة. فيش هون حدود متشابهة، لاحظي لاحظي أنا بدي أقارن، بدي أقارن إيش؟ بدي أقارن هذا البولينوميال من الدرجة 6، بيجي أنا بحكي بولينوميال من الدرجة عشان أطلع all coefficients، بيجي بحكي A6X قوة 6 زائد A5X قوة 5 زائد A4X قوة 4، بكتب الصورة العامة، زائد A3X قوة 3 زائد A2X قوة 2 زائد A1 في X زائد A0. هلا أنا بعرف A0 حكتوا لي عنها و A6 طلعناها، مزبوط؟ حكينا A0 7 و A6 سوري هاي 5، A0 0 5 و A6 اللي هي 7. يلا يا مين بقول لي قديش A5؟ وين اللي حكينا لي جاوب؟ مين حكينا لي جاوب؟ يلا يا أنا راما قديش إيه A5؟ خمسة اللي هو أربعة لا خمسة منين جبتي هاي؟ معامل اكس قوة 5، وين وين اكس قوة 5 هون؟ انت هون شايفة اكس قوة 5 هون؟ لا مش شايفيته اللي مش موجودة بكون المعامل تبعها صفر. صفر. صح؟ اذا ايه قوة 5 قديش؟ صفر. هاي 0. طيب وايه قوة 4؟ إيه قوة أربعة مش موجود موجودة عندنا. موجود عندي اكس قوة 4 هون. بس بقدر إني أطلعها صح؟ كيف بدك تطلع اكس كو 4؟ تفضل يلا فرجي. هلأ قديش حكينا قديش؟ صفر بتكون واحد يا دكتور. لا فيش عندك اكس كو 4 فوق، هون ما فيش اكس كو 4 يعني صفر، اللي ما فيش بكون صفر. طب شوف لي اكس اي 3 قديش اي 3؟ صفر برضو احسنتي. طب اي 2؟ عندي إياها اللي هي أربعة. 4 خطأ. سالب أربعة دكتور. ايوه سالب 4 صح.
فمين بيقول لي قديش اي 1؟ اي 1 صفر. قديش؟ صفر، لانه ما فيش اكس. اذا اي 5 صفر، واي 4، واي 3، واي 2 ممتاز. اذا هذا اشي كويس. هلا اخر مطلوب بدي اطلبه اللي هو التالي، اهم شيء نكون فاهمين. دكتوري ايه يسعد صباحك، طبعا نور. هلا والله مش فاهمة. هلا هلا بتفهم علي. هلا شوفوا لي، هل is this polynomial of one variable ولا two variables ولا إلى آخره؟ يعني هلا أنا الكثير الحدود، كل كثير حدود في له درجة، بطلع على أعلى درجة وبكتب، بقدر أكتب الصورة العامة. هلا لاحظوا هون كثير الحدود اللي عندي أنا هون كلياته بدلالة إكس، فيش عندي واي، فيش عندي كمان زد، فيش غير إكس واحدة، كل شيء بدلالة إكس. ما دام بدلالة إكس معناته الجواب بيكون إيش؟ one variable، One. one variable. هلا للي بسأله بدي أكتب هلا كمان مثال للي بيسأله، وبدي أجاوب. بدنا نكتب هلا كمان مثال جديد، هاي اكزامبل، وبدنا نجاوب على الأسئلة من 1 لـ 4. كويس، بدنا نجاوب على الأسئلة من 1 لـ 4 بدون ما نتخربط. يلا بدي أكتب السؤال التالي. أول بدي أكتب السؤال كالتالي، مثلا 10 إكس واي مثلا تربيع ناقص 5 إكس زائد مثلا 3 واي ناقص 7. هلا اول حاجه بدنا نروح نشوف الدرجه، الديجري رقم 1 اللي بيعرف الفائده. يلا الديجري، فعندنا الديجري هون رقيه رفائدها. يلا يا رقيه بدنا نجاوب على سؤال رقم 1. سؤال رقم 1 بدنا نطلع الدرجه، قديش الدرجه أن هون؟ تساوي 3، 2، ايوه. اذا لا في ناس بيحكوا، 3. في ناس بيحكوا 2، في ناس بيحكوا 3. طلعوا علي، لما يكون في اكثر من نجمع متغير، لما يكون في اكثر من متغير بجمع القوة. احسنتي، فانا عندي هون الاكس قوة 1 وفي هنا 2، معناته ان بتصفي 3. الديجري تبعتي هي قديش؟ 3. هاي بسميها الديجري. كويس، لان بجمع القوة مع بعض. وهذا السؤال بيفرق عن السؤال اللي قبل، لان السؤال اللي قبل كان بس 1 فيرابل عندي، وبالتالي باخذ اعلى قوة اللي هي 6. طيب جميل، مين ممكن لي رقم 2؟ شو هو الليدنج؟ طبعا هنا لما يكون في عندي متغيرين مش منطق اسال عن الليدنج كوفيشنت، فهو الليدنج تاع مين راح يكون؟ فمش راح اسال عن رقم 2، رقم 2 ماليش، مش منطق لما يكون عندي اكثر من فيرابل. فبدي اروح اسال مثلا عن رقم 3. بدي اسال عن رقم 3 اللي هو ايش؟ الكونستنت. مين بقول لي شو اسم الكونستنت هون؟ يعني الحد اللي فيش معه لا اكس ولا واي، شو اسمه؟ يلا يا سالب سبعة. يلا، سالب 7. صرتم سالب مجاوبين، سبعة مظبوط. إذا الجواب سالب 7، بنسميه A0 يساوي سالب 7 اللي هو الكونستنت. طيب وبدي أروح أطلع رقم 5، بس بدي أسأل الأسئلة المنطقية لما يكون في عندي أكثر. شو رأيكم سؤال 5؟ هل هذا البولينوميال 1 variable ولا 2 variable ولا 3 لا variable تو ولا أكثر؟ تو ايه تو 2 تو variable، فيرابل 2 variables، لأن في عندي X و Y، فبيجي بكتب هون إيش؟ 2 variables. يس، 2 variables اللي هم إيش؟ المتغيرات اللي هم X واي، او بسميه لما يكون عندي 2 variables مرات بسميه ايش؟ خلص several variables. several variables يعني انه هو مش، يعني مش 1 variables، several. هلا اذا حد اذا بده بالضبط قديش، بالضبط قديش بقول 2، بس هو several variables. طيب جميل جدا، نشوف طيب اخر مثال اخر ونرجع نشوف المطاليب نفسهم. مثلا لو سمحت. الديجري كيف طلعتها 3؟ الديجري لما تكبر في عندك اكس هون قوتها 1 وواي قوتها 2، بجمع القوة مع بعض. عشان هيك اعطيتكم المثال هاي اساس تفهموا هاي الصورة. بينما لما يكون عندي مثال فقط بدلالة 1 variable باخذ اعلى قوة. يعني هلا دكتور اعطيكم كمان مثال، مثلا احط الصورة شرط انهم يكونوا اكس وواي ورا بعض. لازم يكونوا مضروبين في بعض ضرب. يعني لو جيت عملت كالتالي، لو اخذنا المثال التالي، مثلا لو واحد اخذ مثلا نص اكس تكعيب واي تربيع فقط، وجيت سالتك بدي المطلوب 1 و3 و5، بدي حدا يطلع لي المطلوب 1 و3 و5. يلا
المطلوب الأول مين بقول لي دكتور قديش، أنا أول إشي. مين بقول لي لا قديش الدرجة اللي بيعرف يرفع ايده؟ يلا يلا يا رغد، قديش الدرجة هون؟ إيه، عشان في عنا متغيرين اللي هي الإكس والواي، فبنجمع القوة بتصير عنا 3 زائد 2 اللي هو 5. ممتاز احسنتي. طيب بدي اشوف حدا يحكي لي قديش ال A0 الكونستنت، بدنا نعرف قديش الكونستنت تيرم. الكونستنت تيرم يلا يا ايمان عمر. نص الكونستنت تيرم، الكونستنت، صفر الكونستنت تيرم، الكونستنت تيرم اللي هو صفر لأنه ما A0. في معاه. بدي راح اشوف الكوفيشنت، المعامل اللي فيش معاه لا اكس ولا واي، فيش هون معامل يعني صفر، يعني بيكون محطوط هون زائد صفر، يعني كأنه فيش عندي هنا رقم لحاله محطوط. طيب رقم 5 شو رأيكم؟ هاي سيفرال فيرابل ولا وان فيرابل؟ مبينة لحالها سيفرال سيفرال فيرابل، أحسنتم. طيب بدي أعطيكم سؤال مش آخر يلخص كمان، شو رأيكم بهاي الحالة؟ اكزامبل، كمان اكزامبل، يلا لو جيت أسألكم سيفرال فيرابلز، لأن أنا في عندي اكس وواي هون، مش اكس لحاله ولا واي لحاله، واضح؟ يعني السيفرال فيرابلز هون متغير، كم متغير في عندي؟ متغيرين صح؟ عشان هيك ايش؟ سيفرال فيرابلز. الكونستنت تيرم، الكونستنت تيرم هي الحد اللي بيكون لحاله فيش معاه لا اكس ولا واي، تفضل. الكوستنت تيرم ليش ما اخذنا النص؟ ليش اخذنا الصفر؟ النص، شو تعريف الاي زيرو؟ الاي زيرو هي التعريف تبعها، شايف كيف فيش ما محل بيكون اكس؟ معنا لا اكس ولا واي. هي فيش محل ولا اكس واي، كيف بدك تاخذ النص؟ ما هي النص معامل، هاي النص هون، يعني في ضرب هون في ضرب بينهم هذول، مش فاضي لحالها زي، مش في بينهم زائد هذول. فهمتك. يعني دكتور لازم يكون في يا إما جمع يا إما طرح. اذا كان جمع او طرح 100%. هاي بدي اعطيكم كمان مثال، يلا شو اسمك؟ دكتور بدي أسألك، نعم النص صح هو الليدنج؟ ايوه، بس في لما يبقى عندك اكثر من فيرابل، سيفرال فيرابل، مش حلو احكي عن الليدنج، دائما الليدنج بيكون يا اما لا اكس يا اما لا واي، واضح؟ هلا واضح. راح اعطيكم يعني كمان لو مثال واحد منهم بس، لما يكون معامل واحد مش 2. بالضبط. فشو رايكم ناخذ مثلا هذا المثال، سالب جذر 3، يلا سالب جذر 3، انا اعطيتكم هاي، اعطيتكم انا البولينوميال هون، مين بقول لي شو رقم واحد؟ مين بقول لي قديش ان اللي بيعرف يرفع ايده؟ ايوه يلا شوف، بدي اشوف انه بيعرف هلا هون، اللي بيعرف واحد يرفع ايده، معلش نرفع ايدينا فقط، فقط نرفع ايدينا اذا سمحت، اللي بده يجاوب يرفع ايده. اذا في ناس رافعين ايديهم، فينا دلع 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 يا دلع خدور، دلع يلا واحد أو صفر. فشي او يا واحد يا صفر، كده القوه ان واحد يا تربيع. طلع ال N هي أعلى قوة، فبرجع فوق على الثاني. تربيع، مزبوط تربيع، لأنه الجذر أصلا هو تربيعي. طيب الله يا رب ما يعوض، اسمعي لشوف، طلعي هلا هون أنا عندي N هي أعلى قوة لإكس، السؤال في عندي إكس، طلع هون لا مش موجودة. إكس قوة N، إكس قوة ناقص واحد، تمن يصل إكس تربيع، إكس قوة واحد، طلعوا إكس قوة واحد، هاي A إذا زيرو، هيك صفر ايوه هاي اكس قوه صفر، قديش اكس قوه صفر؟ واحد معناته لما يكون في عندي رقم لحاله بتقبل ان هي زيرو صفر. صفر، صفر 100%. اذا لما يكون عندي رقم لحاله معناته ان تساوي صفر، شو السبب؟ سينس لانه سالب جذر الثلاث هي عباره عن سالب جذر الثلاث مضروبه في اكس قوه صفر، وبالتالي اعلى درجه عندي هنا صفر، اذا ان هي تساوي ايش؟ صفر، فهذا المطلوب الاول. لو نيجي نشوف مثلا المطلوب ايش الثاني، المطلوب الثاني بيقول لك اعطيني الليدنج، الليدنج المعامل، هلا بيجي بقول رقم 2 بدك الليدنج، الليدنج انا عندي هون هو معامل ايش؟ اعلى درجه، الليدنج كوفيشنت معامل اعلى درجه، وانا اعلى درجه عندي صفر، فالمعامل راح يكون عندي ايش؟ A0 اللي هو سالب جذر 3. طب رقم 3 لو جيت حكينا لك شو مطلوب رقم 3؟ رقم 3 اعطيني الكونستنت، اوكي الكونستنت تيرم يعني اللي بكبر رقم لحاله، الكونستنت تيرم هون سالب جذر الثلاث بالضبط، الكونستنت تيرم هون هو نفس الليدنج في هاي الحاله، هو نفس A0 ويساوي سالب جذر الثلاث. طيب رقم 4 بحكي لنا اعطيني كل المعاملات، فيش غير معامل A0، وبالتالي فيش داعي لحط رقم 4، بروح على رقم 5، شو رايكم؟ هلا هون سيفرال فيرابل ولا وين فيرابل؟
شو رأيك ولا نو بغيت؟ واي. ها؟ في خيار اسمعي لا، في عندنا متغيرات لا اكس ولا واي. إذا هون شو بنسميه؟ بنسميه polynomial with no variables. فيش عندي variables with no variables. إذا بشكل عام أي polynomial with no variables هو باختصار constant، باختصار 100%. دكتور، نعم. طب انا مش فاهم الثاني leading coefficient. الليدنج هي معامل أعلى درجة عندك. هل أنا في عندي درجة واحد؟ هل في عندي درجة اثنين؟ ما فيش. هل في درجة ثلاث؟ ما فيش. أعلى درجة عندي صفر، إذا المعامل تبعها هو بسميه الليدنج. شو تعريف الليدنج؟ هيو الليدنج هو عبارة عن AN، وهو إيش؟ معامل أعلى درجة. أنا أعلى درجة عندي صفر، المعامل تبعها A0 في السؤال. إذا بدي أعطيكم كمان مثال حتى ألخص فيه. example، بدي أعطيكم المثال التالي. مثلا لو حكيت مثلا ناقص x زائد 1 ناقص 5 x مكعب زائد x مثلا نص مثلا x قوة 7. أو بديش أروح على السبعة كثير عشان ما أتغلبش في كتاب الإكس قوة 5. يلا بدي رقم واحد، مين بقول لي شو أعلى درجة هون؟ بديش إجابات عشوائية، اللي بعرف بفرع. إذا مين بقول لي شو أعلى درجة هون؟ يلا مين ما جاوبش معنا؟ ثراء، يلا يا ثراء. الدجري هان 5. ممتاز، أعلى قوة هون مش مجال غير 5، اللي هي أعلى قوة. طيب نشوف رقم اثنين، شو المطلوب في رقم اثنين؟ تتذكروا شو إيش كان مطلوب رقم اثنين؟ مطلوب رقم اثنين كان هو عبارة عن الليدنج. يلا مين؟ دكتور، معلش. بنفع أسألك سؤال؟ اسألي تفضل. هلا شو اسمه؟ هلا ليه ما جمعنا الخمسة والثلاثة وحكينا ثمانية، ولا هديك انه كانت واي جنبها عشان هيك جمعناها؟ لأنه عندنا بس اكس، لو انه في واي كان بنفع. ايوه، هذول فيش بينهم ضرب، هذول مش بينهم ضرب، يعني هذول الجماعة، هذول الجماعة اللي هون صح. زي ما نحكي، مثلا زي ما نحكي هذول عبارة عن مثلا 5 حبات برتقال مثلا، وهذول عبارة عن مثلا رمان. هل مع بقدر أحكي الأسف ضرب. هل بقدر أحكي 5 حبات برتقال مثلا ونص حبة رمان يساوي نص يساوي 5 حبات ونص رمان أو 5 حبات ونص برتقال، ولا البرتقال بدل البرتقال والرمان بدل الرمان؟ يلا نشوف مع بعض الليدنج. مين بقول لي صح رقم اثنين هو عبارة عن الليدنج؟ تأكد بس. ليدنج دكتور. أوكي الليدنج، يلا اللي بعرف الليدنج يرفع إيده. الليدنج اللي هو عبارة عن إيش؟ شو الرمز تبعه؟ مين اللي جاوبنا؟ معامل يلا أعلى قيمة معلش، في عندنا أسيل ضبطي، يلا يا أسيل. دكتور. ليدنج لي إيه 5 يساوي 12، اللي هي معامل ممتاز، أعلى. الليدنج هي معامل أعلى قوة اللي هو A5 ويساوي قديش حكيتي؟ نص. ونص. ممتاز. طيب نشوف مع بعض رقم ثلاث. مين بقول لي شو رقم ثلاث؟ رقم ثلاث بحكي لنا بدنا نروح نجيب الكونستنت، الكونستنت اللي بعرف يرفع ايده قديش الكونستنت A0. يلا مين بدي جاوب رافع ايده اشوف الكونستنت A0؟ ندى، يلا يا ندى. الكونستنت اللي هي A زيرو، اللي هي تاع سالب واحد. منين جبتي سالب؟ اذا واحد حطينا موجب، اذا حطينا سالب واحد بناخذ خطأ. الجو موجب واحد. ولا هاي حكينا لكم. طيب أربعة، بدنا نشوف مع بعض كل الكوفيشنتس. مين بيطلع لي كل الكوفيشنتس؟ يلا مين هون شاطر يطلع لي كل الكوفيشنتس؟ طيب في عندنا حدا رافع ايده؟ واللي رافعين ايديهم هم تقريبا فيش حدا جديد فيهم غيرهم. يلا يا رقية، 5 اكس 5 طلع كيف؟ اول حاجة عشان ما تجيبوش هذا السؤال خطأ، شو بتعملوا؟ قديش البولينوميال الدرجة تبعتي أنا عندي هون؟ أعلى درجة 5، فبيجي بكتب كالتالي A5 X قوة 5 زائد A4 X قوة 4. هاي الطريقة أفضل طريقة على أساس ما نتخربط. A3 X، بكتب الصورة العامة يعني لبولينوميال لكثير حدود من الدرجة 5. هاي 2 X تربيع، وهي A1 في X، وهي A0. يلا بيجي واحد واحد. يلا يا نص ايه أول 5 اللي هي نص. ايه 5 طلعناها، ممتاز اللي هي نص، هاي نص. طب ايه 4؟ صفر. صفر، مش موجود اكس كو 4 عندي، ممتاز. طب ايه ايه 3؟ 3 5 سالب 5. سالب 5، احسنت. طيب وايه 2؟ ايه 2 مش موجودة.
فيش مش موجودة. لا أكتب يعني هيك زيرو أكتب مش زيرو موجودة هيك يعني أكتب شو لازم أكتب؟ الصفر صفر. صفر يلا إذا بنكتب هون زيرو، هاي زيرو، وبالتالي A1 كديش؟ طيب A1 سالب واحد سالب واحد معامل إكس هيها، و A0 طلعناها كديش؟ واحد. واحد. أحسنت، يعني طلعنا كل المعاملات. طب آخر دكتور سؤال، ممكن، شو دكتور رأيكم؟ ممكن بعيدة؟ بحكي لك إنه لما بدك تطلع كل المعاملات اللي هم A0 A1 A2 ل A5 لازم أكتب الصورة العامة. كيف أكتب الصورة العامة؟ أنا أعلى درجة عندي 5، ببلش من 5 ثمانية أوصل لعند A0. مثلا دكتور في السؤال اللي قبله كانت عندي أنا كثير حدود من الدرجة 6، لاحظ هيو درجة أعلى إشي 6، بيجي بكتب الصورة العامة لها كثير حدود من درجة 6، بظل منزل تحت تحت، وبالآخر بقارن المعاملات. كويس. طب شو رأيكم في آخر فرع؟ one variable هل الكثير الحدود اللي عندي هنا في one variable ولا several variable؟ one no one variable one variable. إذا بيجي بحط هون أنا في عندي بس إيش؟ one variable، يعني polynomial with one variable. ف دكتور بس سؤال، ليش اي واحد سالب لا ليش اي واحد سالب واحد؟ صح، لانه الاكس الاكس عندي لأنه ايش؟ إكس جنبها سالب حل على فسالب حسابك. واحد. طيب ممتاز، شكرا انك فهمتي. اوكي دكتور وان فيربل يعني متغير واحد. نعم، يعني متغير واحد. احسنت. طيب نشوف مع بعض، مثلا لو جيت حكيت لكم سؤال بهاي الطريقه example، مثلا evaluate، شو معنى evaluate؟ يعني احسب صح؟ evaluate the following algebraic expressions. algebraic expressions يعني polynomials، كثيرات الحدود. اوكي and at the given او indicated، مرات بنكتب كلمة given او بنكتب كلمة indicated value. يعني بيجي بحكي لك اسمع، في عندي هذا الاقتران مثلا 8 اكس ناقص نص اكس تربيع زائد مثلا 3 اكس ناقص 1، وحطيت لك فاصلة، احسب لي هاي القيمة عند اكس تساوي مثلا 2. يلا مين بقول لي كيف احسبها؟ بدنا نعوض، يعني اكس تساوي 2 نعوض صح؟ مكان اكس 2. يلا مين بيعوض ولا غلطة؟ مين بيعرف يعوض ولا غلطة؟ هات نشوف مين ما جاوبش معنا. يلا يا ميار. اوكي يا دكتور، يلا، اول شيء عندنا 8 ضرب 2 هاي 8 في 2 ناقص نص، ناقص نص في 2 2 تربيع زائد 3 في زائد 2 3 في 2 ناقص ناقص 4. 4. يلا تمام. كده 8 في 2 على اول السريع، شيء 8 في 2 عندنا 16 ناقص 16 ناقص نص في 4 نص الأربعة زائد، زائد 6 ناقص 4. أحسنت. قديش شو الأولوية هون أول؟ هسه الأولوية نروح عند نص في 4، بتروح الأربعة مع 2 فبتصفي 2، نص 16 الأربعة، ناقص 2 نص الأربعة 2. يلا 16 ناقص زائد 6 2 ناقص 4، 16 ناقص 2 14 زائد 6 ناقص 4 2، يعني 14 زائد 2 تساوي 16. يعني 16 ناقص 2 14 و26 كيمي 4 16، هذا هو الجواب الصحيح. أحسنت، جميل. طيب لو شفنا رقم 2 مثلا، لو جينا حكينا مثلا بدنا نحسب هاي القيمة، مثلا على فرض 3 اكس ناقص 2 واي على 2 واي زائد 3 اكس، وانا حكيت هون مثلا حكيت بدنا نعوض عند اكس تساوي سالب واحد وعند واي تساوي 2. يلا مين بيعوض ولا غلط؟ يلا شوف بدنا حدا يعوض ولا غلطة. مين ما شاركش معنا من اول اللقاء؟ هات نشوف، في عندنا ما شاركوش، ملاك تميمي. يلا يا ملاك شو بنعمل؟ يلا يا ملاك اسرع. 3 ضرب سالب 1 ثلاثة في سالب واحد ناقص ناقص 2 اثنين، ضرب 2 أحسنت، على اثنين في إيش؟ 2 ضرب 2 زائد 3 ضرب سالب 1 ممتاز. يلا شو بطلع الباص؟ ثالث 3 ناقص 4 أيوة على 4 زائد سالب 3 زائد السالب ثلاثة. طيب قديش البسط بطلع؟ سالب 7 سالب سبعة و1 على واحد، يعني كده الجواب. سالب 7. ممتاز، أحسنت. إذا هذا مثال كمان إيش؟ تطبيق مباشر، كيف ممكن نطبق ونعوض إذا في عندنا أرقام. أحسنتم. هلا نشوف مع بعض مثلا تعريفات أخرى، طلعوا كيف. هلا في عندي هون زي تعريف بسيط زي ريمارك،
التكتيك الثاني. شو هاي الريمارك بتحكي؟ بتحكي إنه أي بولينوميال، أي بولينوميال with بيكون فيه فقط single، شو يعني single؟ single يعني واحد term، single term بسميه في له اسم، بسميه ايش؟ نوميل بسميه مونوميال. بس اعطيكم امثله عشان تبقوا عارفين، طلع اكزامبل. مثلا انا جيت حكيت لك زي هيك، مثلا 3 اكس، كم حد حطي؟ خلص هذا هو لحاله 3 اكس لحاله، هذا كثير حدود، فيش فيه غير حد واحد. اذا بكى في عندي بس سنجل تيرم، اذا بكى عندي سنجل تيرم زي هيك، هذا الكثير الحدود، الكثير الحدود في له اسم، شو بنسميه؟ مونوميال. شو يعني مونوميال؟ يعني كثير الحدود فيش فيه غير حد واحد. مثلا ممكن اعطيك كمان مثال اخر، لو كتبنا مثلا النص واي هو 5، هذا كثير حدود فيش فيه غير حد واحد. ايضا ممكن نحكي مثلا الرقم 3 على 2، هذا كثير حدود فيش فيه غير الكونستنت تيرم لحاله. ممكن اجي احكي لكم مثلا ناقص 5 مثلا واي تربيع، هذا بس ايش؟ فيش غير حد واحد، لاحظوا بس حد واحد عندي هون، لاحظوا هون في عندي بس حد واحد. لما يكون في عندي بس حد واحد معناته في هاي الحالة بسمي الكثير الحدود هو مونوميال. تمام؟ دكتور، ما طيب نعم، بتغير متكرر في نفس المعادلة كمان مرة؟ كيف؟ ما بزبط يتكرر، لانه لو يتكرر بقدر اجمعهم مع بعض برجعوا في حد واحد. هلا نشوف مثلا كمان ملاحظة. أستاذ، نعم شو يعني مونيمال؟ اوكي، سيجنال تيرم. طلع المونوميال كالتالي. اول الجزء اللي هون جاي من بولينوميال صح، كثير الحدود صح، هذه جاي من، مش احنا بنعمل كالتالي بولينوميال صح. البولينوميال هاي الكلمة جاي من ايش؟ من البولينوميال. والمونو هاي اللي هون، المونو انتو بتدرسوا اقتصاد صح، مش في عندكم مونوبولي صح؟ مونوبولي لما تبقى في شركة محتكرة السوق بنسميها مونوبولي. مونوبولي يعني واحدة فقط لحالها، فباخذ منها كلمة مو. مو يعني للإشي الفردي، سنجل، بس إشي لحاله. وبالتالي مو مع نوميال بصير عندي مونوميال. مونوميال يعني كثير حدود إشي فيه غير حد واحد فقط. هلا شكرا إنك سألت، لأنه أنا هلا بدي أحكي لك أي كثير حدود. تمام؟ بدي احكي لك زي المارك اللي فوق، هلا بدي احكيها بس بهي الصوره. اي بولينوميال بس مش سنجل هلا، with two terms. اذا كان في two terms شو عكس مونوبولي؟ تعرفوا ولا بتعرفوش بالايكونومكس مونوبولي؟ تعرفوا لما يكون شركه محتكره السوق بنسميها مونوبولي، لما يكون في شركتين متنافسات شو بنسميهم؟ دوبولي. تذكروا مونوبولي ودوبولي، هل راح تاخذون بس يعني تكبر شوي تاخذوا مسافات اكثر. المهم هلا هاي في لها اسم بنسميها ايش؟ باي. باي وهي نوميال، بلاش تزعل، هاي نوميال زي ما حكينا. النوميال جاي من وين؟ هاي كلمة نوميال جاي من كثير الحدود. والباي، الباي لا اشي دبل، لما يكون في عندي اشي دبل بنسميه ايش؟ باي. والباي لانه في عندي تو تيرمز. فمثلا هلا اعطيك اكزامبلز بسيطه، هاي اكزامبلز. لو نيجي ناخذ مثلا 3 اكس تربيع ناقص اكس، هاي انا كثير حدود جواته حدين صح، هيهم حدين. ممكن احكي مثلا ممكن احكي 2 ناقص اكس كو 4، هاي حدين صح. ممكن احكي مثلا 3 واي كو 10 ناقص مثلا واي كو 7، هاي حدين صح. إذا أي كثير حدود في جواته حدين بنسميه باينوميال. وبنضل ماشيين بهي الصورة، يعني هلا ممكن مثلا نيجي نعمل كالتالي، مثلا اجي احكي اني بولينوميال مثلا في جواته 3 تيرمز، مثلا اسميه ايش؟ في له اسم، ممكن اسميه تراي وهي نوميال. كويس؟ فالترايل جاي من النوميال، النوميال جاي من البولينوميال، والتراي لانه 3 من كلمه تريس تراي، بتعرفوا هاي الاشياء ولا؟ يعني هاي تراي يعني في عندي كلمه، في عندي 3 حدود.
فمثلا ممكن اجي اعمل كالتالي اكزامبل، واجي احكي هاي اكس تكعيب ناقص 2 اكس تربيع زائد 1 مثلا، هاي 3 حدود. ممكن احكي مثلا واي هو 5 ناقص 5 واي زائد 10، هاي كمان 3 حدود، وبنضل نشيل بهاي الصورة. فلازم نعرف، احنا مطلوب مننا نعرف 3 شغلات: مونوميال، باينوميال، تراينوميال فقط. كويس. هلا بدي اعطيكم مثال من خلاله كمان تعرفوا اشي بسموه. دكتور، نعم باينوميال نفسها ماينومير صح؟ قريبة. لا، الباي يعني في حدين، الباي هون في عندنا حدين، تمام؟ زي علامة النصب، عندنا حدين هون، هاي الحد الأول وهي الحد الثاني، الحد الأول حد الثاني، الحد الأول حد الثاني. المونوميال بس حد واحد، هيو حد واحد فيش غيره، حد واحد فيش غيره، طبعا تنسوش هذول بينهم ضرب هون. كويس؟ يعني نشوف هلا إشي بنسميه لايك تيرمز. شو يعني لايك تيرمز؟ لايك تيرمز يعني الحدود المتشابهة، الحدود المتشابهة والتي يمكن جمعها أو بين قوسين طرحها حسب الإشارة، هاي نسميها اللايك تيرمز. فمثلا ممكن أعطيكم إكزامبل هيك بسيط، إجي أحكي مثلا لو في عندي أنا مثلا 8 إكس واي، وفي عندي كمان 5 بالسالب إكس واي، صح؟ هذول بنسميهم إيش؟ هذول بنسميهم لايك تيرمز. شو بنسميهم؟ بنسميهم لايك تيرمز، يعني بقدر اجمعهم بدل اطرحهم، لان هذول الكلمتين زي بعض. فلما بيجي بحكي مثلا 8 اكس واي زائد ناقص 5 اكس واي، بيجي بحكي الاكس واي، لو طلعت اكس واي عامل مشترك برا، بضل 8 ناقص 5، فبطلع الجواب 3 اكس واي. ولا تكسب. واضح؟ يعني باختصار بقدر اجمعهم وبقدر اطرحهم. هي هذا مثال. مثلا كمان مثال ممكن اجي اسمي مثلا 12 والسالب 4، بسميهم هذول لايك تيرمز، هذول بسميهم ايش؟ لايك تيرمز، لاني بقدر اجمعهم بقدر اطرحهم. وبالتالي لو جيت حكيت مثلا 12 زائد سالب 4، بطلع الجواب ايش؟ 8. فيش اي مشكله. بس هل بقدر اجي احكي عن مثلا 5 اكس تكعيب واي فاصلة مثلا 5 واي تكعيب اكس، هل هذول لايك تيرمز؟ هل هذول لا لايك؟ هذول نوت ايش؟ لا، هذول القوة بتختلف. هذول نوت لايك تيرمز، ما بقدرش اجمعهم ولا بقدر اطرحهم، هذول ما بزبط. فانتبهوا، يعني اللايك تيرمز بيكونوا زي بعض، بقدر اجمعهم بقدر اطرحهم. فلو جينا اخذنا اكزامبل حتى تكون صورة واضحة اكثر للجميع، نشوف بهاي الصورة مثلا دكتور ممكن تصغر الشاشة، نحط لقطة شاشة. شو تعمل؟ صغر الشاشة نحط لقطة. مني راح ابعث لك كتب الشاشة، راح ابعث لك كل الشاشة، دون فوري. هلا اكزامبل، شو اسمك؟ شو اسمك اللي سألت؟ أحمد. أحمد طبعا بدي اجيب لك سؤال سمبليفاي، ممكن اسأل السؤال بهاي الطريقة سمبليفاي، او ممكن اسأل مثلا ايش؟ كومباين. كومباين يعني جمع، لايك تيرمز. او ممكن اسأل السؤال بهاي الصورة مثلا، احكي لك ريموف الاقواس، زير الاقواس، شيلهم يعني الاقواس اللي بنسميها بارانثيسيس. فالسؤال ممكن ينسال باكثر من طريقه، ممكن اسال السؤال احكي لك بس سمبليفاي، سمبليفاي يعني بسط. ممكن احكي لك كومباين يعني جمع، كومباين يعني جمع اللايك تيرمز، ريموف يعني احذف، احذف بارانثيسيس الاقواس. كيف يعني تحذف الاقواس؟ خليني اعطيك مثال رقم واحد. مثلا نيجي على مثال رقم واحد، هذول كلياتهم نفس نص السؤال، عشان هيك لازم تبقوا منتبهين. مثلا لو جينا حكينا نرسل هذا السؤال، مثلا 2 اكس تكعيب ناقص 4 اكس مثلا واي زائد مثلا 5 اكس واي مثلا ناقص، على فرض ناقص 8 اكس تكعيب. يعني مين بده يجاوبني على هذا السؤال؟ بدنا نشيل الاقواس وبدنا نعمل تبسيط،
أو بدنا نعمل تجميع الحدود. يا مين يساعدنا؟ إذا في عنا ناس جداد ما شاء الله. أوكي. أي صافي شكلها أول مرة. يلا يا أي. دكتور، هون بدنا نجمع الحدود مع بعض، فبحكي 2x قوة 3 ناقص 8x قوة 3 ممتاز. زائد 4xy زائد 5xy لأنه مش سالب. إذا بنحط اللايك تيمز مع بعض صح؟ بالضبط. يلا قديش 2 اكس تكعيب ناقص 8 اكس تكعيب؟ سالب 6. سالب 6 اكس تكعيب. أحسنت. وقديش سالب 4 وموجب 5؟ 1. زائد 1 اكس واي. صحيح. هاي ابسط صورة. ممتازة. هاي هي ابسط صورة. رقم 2. احسنت. لو جينا ناخذ مثلا المثال التالي، على فرض انه في عندي انا هون سالب، دكتور، الإكس ما بنطب فيهم لما يكونوا متشابهين، يعني بس بنطرح أو بنجمع على الأرقام اللي جنبهم المعاملات. احسنت. شو اسمك؟ رغد. ممتازة يا رغد. طلعي يعني لو بدي اخرج عامل مشترك بإمكاني أخرج عن مشترك إكس تكعيب برا، شو بضل عندي هون؟ 2 ناقص 8، وإجي هناك أيوة. أطلع مثلا زائد إكس واي برا، بضل عندي مثلا سالب 4 زائد 5. صحيح. فبصفي أيوة. عندي هنا إكس تكعيب بتصفي مضروبة في سالب 6 زائد أيوة إكس زائد واي إكس واحد مضروب في فيس 1 واحد. سالب 6 إكس تكعيب زائد إكس واي. ممتاز. أيوة. طب دكتور، لما يكون في متغير في الأقواس مش الجمع مندخلها جوا القوس، ولا بنحذف القوس مباشرة؟ هلا هي شو اسمك؟ شو اسمك؟ فتوم. شو اسمك؟ فتوم. يلا فتوم جاوبيني على هذا السؤال. يلا شوف، يلا هاي سؤال لك. هلا شو في برا عندي هون؟ انا برا في برا ايش؟ سالب صح؟ يلا بندخل السالب جوا على الكوس او بنبسط جوا بعدين بندخل السالب. الحلين صحيحان. شو نعمل؟ 6 ناقص 3 3. 6 ناقص 3. واو. لا، في أقواس وفي ضرب، بنوزع السالب لا أسهل. لا لا استنى شوي بدنا نفهم. 6 ناقص 3 يساوي 3. حطوا معي هيك خطأ كبير. مين بقول لي ليه؟ مين بقول لي ليه؟ لأنه في ضرب وفي أقواس، لأن الأولوية لأن الثلاثة لازم نوزعها على الأقواس. ايوه الأولوية لمين؟ أقواس الأولوية للضرب. فهذول هي الثلاث. منوزع السالب 3. نعم. أيوة. فشو بدنا نجي نعمل؟ خلينا نعمل كده. إذا هاي سالب خليه برا يستنى. 6 ناقص يلا ندخل سالب 3 واي. شو بصير؟ سالب 3 سالب واي. 3 برضه. تنسوش أنا بدي أضرب سالب 3 مرة هون ومرة واي هون. واي طيب اسمع، زائد 3. زائد 3 لأن السالب في سالب موجب. أحسنتم. وفي الآخر في عندي بالآخر إيش؟ في عندي بالآخر 3 واي. صح هيك؟ هلا هل بوزع السالب. شو رأيكم؟ في عندي هون 3 واي بالسالب مع 3 واي بالموجب، شو بصير ايه فيهم؟ صفر. واو بروحوا هذول كلهم بشطبوا. إذا هاي تشطب مع هاي، وبضل عندي بالآخر 6 بالموجب معها 3 بالموجب. كده بيطلع الجواب 9. ونعطي سالب سالب 9. 9 مع سالب سالب 9. بصير سالب 9 الجواب النهائي. أحسنتم. هذا السؤال على اساس نكون ايش حريصين. طيب نعطي كمان مثال حتى الصوره تصير واضحه. ناخذ كمان مثال، مثلا لو جينا نعمل كالتالي، مثلا 3 اكس تربيع زائد 4 اكس واي زائد 5 واي تربيع زائد 1، كل هاي البضاعه بالاقواس ناقص 6 اكس تربيع. لمين هذا السؤال؟ مين بيعرف يحل لي اياه؟ ولا غلطه. يلا سهل بس بدنا ولا غلطه. يلا مين يعني ختامها بدنا نختم في هذا السؤال. يلا يا جماعه، مين بده يختم معنا هذا السؤال ولا غلطة؟ واللي بيجاوب صح نعمل له سكة 55. طيب إذا في عندنا الكل جواب، في حدا جديد هون؟ بدنا حدا من الشباب، والشباب كلهم معزولين على فكرة. طيب في عندنا محمود، وأخيرا محمود داوود رافع إيده. يلا محمد داوود. محمد، يلا يا محمد. أول شيء القوس الأول بنخليه زي ما هو، بنوزع السالب على القوس الثاني. طيب ممتاز تمام. تمام، هي انا معك. يعني يلا وزع السالب، شو بصير؟
سالب 6 اكس تربيع زائد 2 اكس واي ناقص 4. أحسنت، ممتاز. يلا، وين الحدود اللي بيقربوا لبعض؟ وين الحدود المتشابهة؟ وين اللايك تيرمز هون؟ اول شيء 3 اكس تربيع ناقص 6 اكس تربيع ممتاز، هذول مع بعض قديش بيطلعوا هذول؟ ناقص 3 اكس تربيع. ممتاز، بدي احطهم مع بعض، بدي احط كالتالي 3 اكس تربيع ناقص 6 اكس تربيع، هذول زي بعض. طيب قل لي ال 4 اكس واي في زيها شيء؟ 2 اكس واي. ممتاز، اذا بيجي بعمل هون كمان، بيجي بحكي كالتالي، انا في عندي هون موجب 4 اكس واي، هذول لازم احطها مع 2 اكس واي. احسنت، طب شو ضايف في عندي اشياء كمان؟ عندي الواحد والناقص 4. وعندي كمان في عندي واحد وفي عندي ناقص 4 زي بعض. طيب والخمسة واي تربيع في زيها؟ لا بننزل زي ما هو. أحسنت، إذا هاي هاي في زيها هيها، ممتاز. طيب إذا يلا هات أشوف شو بطلع معك. 3 إكس تربيع ناقص سالب 6 شو بطلع؟ ناقص 3 إكس تربيع أحسنت، زائد 6 إكس واي زائد 6 إكس واي، ممتاز، ناقص 3 زائد 5 واي تربيع. ناقص 3، أحسنت، زائد 5 واي تربيع، ممتاز. ونختم مع محمد مع سكتة قوية على الشات 55. يلا محمد، يعني سكتة قوية. أوكي أحسنت، إذا هذا اللقاء الأول من هذا الدرس، راح أوقف هون وإن شاء الله بكمل معكم إن شاء الله الأسبوع، اليوم الأسبوع القادم إن شاء الله. يعطيكم العافية.